مشاهدينا، مسابقة NTU International Film Festival بتبدأ من 5 الشهر وبتستمر لغاية 12 تشرين الثاني، أكيد بمشاركة طلاب من كافة الجامعات اللبنانية. نحن ببرنامجنا عم نستقبل المشاركين لحتى نتعرف عليهم وعلى أعمالهم، واليوم بسعدنا نستقبل روجي عزار. أهلا وسهلا فيك روجي. هلو. يا هلا. روجي عزار، السينيور بروجكت تبعك قدمته بالالايو، ويمكن يلي بيميزه أكثر شيء إنه مقتبس عن قصة حقيقية وتحديدا قصتك. بالضبط. خبرنا أكثر عن Earthbound. Earthbound هو فيلم مستوحى عن قصص صاروا معي وذكريات من 6 سنين. عملت حادث سيارة كتير كبير وغير لي كل مسار حياتي وغير لي كيف بتعامل مع الحياة. و after 6 years رجعوا أجوني memories كنت نسيهم وقررت أعملهم كسينيور بروجكت للفيلم. عم نشوف صور حقيقية لإلك. هيدي صور الحادث صح؟ هول الصور من الفيلم. مزبوط، من الميكينج اوف. من الميكينج. قد ايه صعب روجي؟ أول شيء بنقول لك الحمد لله على سلامتك. ثانك يو. ونكتب لك عمر جديد بتخيل من بعد هالحادث اللي صار. يمكن لبعد 6 سنين رجعت استذكرت مقاطع من حياتك، يمكن لحتى طلعت من الشوك برأيك؟ Yes, of course. ضليت بفترة كتير repressed، كل الذكريات كانوا عن جد جواتي بس نسيهم. فبعد فترة لما صرت مرتاح مع الموضوع أكثر صرت أتذكر قصص وحبيت أحطهم بهالفيلم. هو منه الفيلم ذاته مثل ما صارت القصة بس مستوحى من حياتك، العواطف والقصص اللي حسيتها من خلال هالحادثة اللي عن جد غيرت لي نظرتي لكل شيء خلتني غير كل شيء عم بعمله بحياتي. خلصت من الموت روجي، قد ايه صعب او انك تنقل واقع عشته؟ هل هو صعب انك تنقل واقع عشته مع الاحاسيس والمشاعر، او انه لا تعيشهم، او لا اهين؟ اصعب ولا اهين انك تنقل الواقع يلي عشته للبروجكت يلي قدمته؟ لو عملت الفيلم من 3 سنين ما كنت قدرت بركي، بس لانه قطع وقت بحس انه ايه كان اهين. بس حتى كمان لما واحد يرجع يتذكر بترجع بتاثر كانه عم يرجع يعيشها باللحظه. يعني شو غير ايجابا هيدا الحادث بحياتك؟ لما واحد بحس يتقرب من الموت بنشوف قد الحياه قصيره، عرفتي؟ ونتذكر انه كثير قصيره الحياه، كثير قصيره، بتقدر يمكن اصغر الاشياء، القصص الصغيره، عرفتي؟ الحياه قصيره كرمال نضيعها بشو المجتمع بيتوقع منا. انه الواحد يتحدى حاله وعن جد يواجه شو بخوفه، يعني اللي يعمل القصص اللي بخوفه، لان بحس هول القصص اللي بخلوا واحد ينمى بالحياه وعن جد ينبسط. من شو كنت تخاف وهلا بطلت تخاف وبتواجههم بكل ثقه وبكل قوه؟ ليك بعدني بخاف. وكلنا بعدنا بنخاف، بس هي المواجهه انه عن جد ناخذ فشخه لقدام على القصص اللي عن جد قريبه علينا والحقيقيه لإلنا، من انه ما نتاخذ بشو المجتمع بيتوقع منا وشو العالم بدهم منا، لانه كثير هين واحد ينزل بهالشغله ويتاخذ بشو المجتمع بده منك، عرفتي؟ ف بحس انه هو الستيب هو انه تقربي اكثر على حالك، انه أنا وين بدي أروح؟ أنا شو بدي أعمل؟ لأنه كمان الموت بذكرك قد إيه الحياة كثير قصيرة، يعني بتقطع بلمحة بصر، وهول ال6 سنين عن جد كأنه سنة، عرفتي؟ من وقتها لهلا، يعني حتى نحن عم نعمل الفيلم حس إنه كأنه امبارح. مثل ما قلنا إنه الفيلم مستوحى من قصتك، بتحس بالفيلم إنه أوقات يمكن بتغير شوي بالأحداث، بتقول يعني هون بدي اتركها حقيقيه بس انا بدي ارجع اكتب او ارجع اعيش شيء انا كنت متمنى انه يصير بحياتي، بقى بتغير بالاحداث مثل ما انت بتحب بمطارح معينه. طبعا طبعا. وكمان اوقات الممثلين اللي عم بشتغل معهم كمان بدي هن يعطوا من روحهم، يعطوا من هن شو بحسوا كمان، مشان هيك الفيلم بحس في عنده مثل حقيقه ومساج رانس، مثل ني مثل ما بيقولوا، لانه كان عن جد طالع من ال شو عم نشوف ليه العصفور على السياره؟ شو بيعني؟ شو بتعني هالصوره؟ كنا عم نشتغل على سين معين وين فلتنا عصافير بقلب السياره، اللي هي كنايه عن الحريه، عن الليبريشن من جسم التحرر، من الجسم
يعني الروح لما عن جد تتفلت من الجسم. لأنه عن وقت عملت الحادث من المادة قصدك؟ من المادة، من المادة عن جد. لأنه لما عملت الحادث حسيت للحظة أنه وقفت الدنيا وكأنه متت للحظة، كأنه روحي فلت ورجعت إجت على جسمي. وهذا الإحساس جربت ألقته بفكرة العصافير بالفيلم اللي هي بترمز للحرية لا محدودة. روجيه بتشارك بمسرحيات وكمان بتحب الموسيقى وأخرجت مسرحيتين. مزبوط. خبرنا عنهم. أخرجت مسرحيتين بقل إيوب، الأولى اسمها جيس وهي لكاتب اسمه جو وودورد من أستراليا. أخذت مسرحية كتبها هو وI adapted it، ومن بعد ما عملت المسرحية اتصل فيه من أستراليا وكان كثير مبسوط إنه عملنا له مسرحيته هون، لأنه كتبها من 20 سنة وتفاجأ إنه كيف ببيروت من أستراليا هيك حدا رجع لقطها ورجع عملها. وكانت experience كثير حلوة وتعلمت منها كثير، والجروب كله اللي كنا عم نشتغل عليه عن جد غيرتنا يعني من وقت بلشنا ووقت خلصت المسرحية. وتاني مسرحية صار معنا زيت الشيء كمان مع رايتر من ألي اسمه تود باش، أخد جبت بوك لألو وعملنا مسرحية منها، ولما عملناها كمان رجع صار زيت الشيء واتصل فيه وقال لي كيف عملت لي مسرحيتي بعد 15 سنة. and it was the same kind of experience إنه connections بالعالم through through a piece of words صغيرة. through stories which was really interesting to experience. ونحن بدورنا عم نتعلم منك روجيه كيف الإنسان يتعلم من تجاربه بالحياة ويحولها لإيجابية ويكون عنده هالاندفاع والطموح لحتى يحقق الواحد كل أحلامه. الفيلم مثل ما ذكرنا رح يشارك بأنديو انترناشنال فيلم فيستيفال نوفمبر 8 بتاريخ 8 تشرين الثاني. أي ساعة؟ 6 PM الساعة 6 المساء. هل رح يشارك بمهرجانات أخرى؟ I'm not sure بس بتمنى إن شاء الله تحصل على جوائز عديدة إن كان بلبنان أو بالخارج. رجاء عزار أكيد أهلا وسهلا فيك بتحلى الحياة. كتير حلو كيف عم تحكي عن جد بشغف عن كل شيء بتعمله، قدرت تتخطى هيدي الصعوبة ومثل ما قالت عفاف أكيد تحولها لقصص إيجابية. شكرا لوجودك معنا وموفق أكيد. ميرسي. ثانك يو.